ها زعيمها ها زعيمها ها ها زعيمها ها 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 دخيلك ربي ها 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 هل 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 هلا بالحبيب هلا هلا بالحبيب را را هلا بالحبيب هلا بالحبيب اعصابك 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 ما شاء الله 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 اللهم زد وبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خايب ما متوازي ما متوازي ولك 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 ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وبارك ايش بس اعطي عزم يبلش ها يلا اي 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 ها ها هلا هلا اي 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 هلا ها ها يلا اي 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 يا حلو اي اي بعد ما بي بعد ما بي يلا يلا يا بطل يلا اوه غربنا غربنا يا ولد السلام عليكم حي يلا المتابعين طيب القلب سويت قناة جديدة وراح يكون محتوى هاي القناة بعيدا عن الطيور المحتوى مال هاي القناة قصص شغلات توعوية يعني توعية واليوم يا ولد راح تبين الصداقة والخوة اللي بيني وبينك فرات ليش سويت هاي القناة والشني بالفترة الأخيرة شفتوا تفاهة المحتويات دائما اتصفح بمواقع التواصل واشوف الناس اللي عايشة برا تضحك على المحتوى العراقي كان بنفسي أقلهم يا جماعة الخير ذول الفشل اللي اسمهم مشاهير بالعراق ما يمثلون العراق بس المشكلة كانت وين انه الناس اللي تتابع ذولي هم يقولولهم انتم اساطير فالصراحة يا عزيزي المتابع انا انهضم يعني معقولة ذولي اللي نزلون محتوى تافه وما بي اي فائدة نسميهم مشاهير قناة الجديدة راح تكون بعيدة كل البعد عن محتوى الحيوانات ولا تتفاجئون من الشخصية الثانية اللي راح تطلع من فرات بالقناة الجديدة محتوى الطيور وتنزيلنا اللي ثابتين عليه نفسه ذيك القناة راح تكون للقصص زائد التوعية وأنا اليوم طالب فزعتكم ولأول مرة أطلب هذا الشيء من عندكم وهاي هي قناتي اللي سميتها باسم فرات نضال أريد من عندكم نوصلها للخمسين ألف مشترك من أنا لحد ما أرجع من الزيارة راح أبدي أشتغل على المحتوى الجديد أنتم تحبون فرات وأكيد راح تدعمونه وتوصلونه للي يريده لأنه إن شاء الله أخوان أنا طامح كلش هواي بهاي القناة الجديدة خليت هدفين قدامي للغاية من هاي القناة الهدف الأول من هاي القناة هو نبين للناس أنه أكو صناع محتوى بالعراق والهدف الثاني والأهم واللي أنتم أكيد راح توافقوني به اللي هو يا أخوان أريد أبدي بقناة ثانية حتى أبدي أجمع مبلغ حتى نشتري مزرعتنا اللي هي مزرعة الأحلام أنا اليوم أخوكم وما طالب منكم شيء صعب نهائيا ومن الممكن أنه أنا أقدر أصنع محتوى أحسن من هذول ولما باكر عقبه يصير حديث راح يقولون أكو صانع محتوى بالعراق واسمه فرات قناتي راح أخلي لكم إياها بصندوق الوصف وأخلي لكم إياها بالتعليقات وهاي هي قناتي للي حاب يشترك بيها القناة راح تكون بعيدة كل البعد عن محتوى الطيور قصص زائدا توعية فكرية زائدا هواي أمور راح تشوفونها هواي أمور أنا مفكر لها لا تفشلوني ما طالب من عندكم ولا مرة طالب من عندكم هيك طلب فلا تفشلوني أنا أريد أتباهى بيكم أنتم أصدقائي وخواني ومثل ما قلت لكم للي داخل على هاي القناة الجديدة حتى يتابع محتوى الطيور فمحتوى الطيور ما بيها نهائيا وبس أدري بيكم ما راح تفشلوني ولا تخيبون آمالي وراح توصلونها أكثر من 50,000 متابع هاي قناتي اسمها فرات نضال ولا تقصرون ساكم الله بالخير اليوم قعدت الصبح الحجية ناسي الصوندة وطاق هنا فيضان رهيب عوفوا هاي السالفة هذا فتحته شلته منه حتى شني يبدون يشوفون الجو هنا لأنه كبر انت على أنا أكذهم بيدي أكذلكم بيدي حتى تشوفون الحجم لأن أكون قالوا فرات لا شني شهر وبيضا لا أخوان لا هم يالله ترى هم يالله هاكم هاكم شوفوا شوفوا لي هاي هسه حتى صوتها من صوتها هسه انتم راح تعرفون شوفوا شوفوا يعني كبار كبار صار ما شاء الله يعني هسه هاي المفروض انا اطلعها برا اطلعها برا شو تقولون والله لو اطلعها اصلا انا اخفف مثل عندكم هسه هاي كبيره هاي كبيره هاي كبيره هاي كبيره ذيك كبيره هاي يا ولد اي والله بس لا شلون هاي اطلعها هسه ثولات هنا يظلون يدرعمن وما يعرفون ياكلني كم ما ادري بهن انا
اقول لك هسه عوفن عوفن، احنا هسه خالين هنا شعدنا وياهن، ما تقول لي عوفن عوفن. اليوم الجو سبحان الله، شوف غيم ترى، شوفوا سبحان الله، شوف شلون غيم، عسى تمطر عسى تمطر، جو عجيب جو عجيب. تو يعني الصبحيه شرجي واقفه وتصم الصمت، هسه غيمت الجو يعني بي شويه نسمه بروده. شلون ما شلون ما تجي الامراض، ما تقول لي ولي جونا ما ادري شلون. ها شوف منين يطبن، اوقف اوقف. ها ها شوف 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 شوف، وانا سوى طلعتك ولك خايب، تعال اطلع تعال. مهم في الفيضان ايضا وصل لهنا لان تارسين مبرد مبرد بعد ما شغلها، لان هذا الجو كلش خطر اخوان، كلش خطر يعني جو مدريد متقلب ونوب وبروده ومبرده وما شنو، فالمبرده بعد راح ينتهي فيلمها. اي تقريبا الجو ترى زين، ترى زين يعني مو مثل ذيش الشرجيات كانت تموت تموت نفس ماكو، لا هسه الجو زين يعني عشوه. شوفوا سمعوا سمعوا الله بالدجاج عاطس، اغلبها عاطس بس ما يعني ما عليه شيء يعني. شوفوا صحتهن شوفوا صحتهن صحتهن كلش طبيعي، لانه انا انطيهن كورسات علاج فما عليهن شيء، بس هو بعد هاي الجو بس يقلب يعني الطيور تظل تعاطس. شوف طلعت الشمس، يلا برا شيل هالحكي هذا، نوبه غيم نوبه فالجو هسه تقول فرات التشيري تعترض على امر رب العالمين، لا يا معودين لا ولكم لا، بس شيل يعني الجو الجو. شوفوا طلعت الشمس تو غيم ما ادري شنو، يلا هاي الحمد لله. هسه شنو انا راح انظف، لان هذا فلشته هذا فلشته اللي كان هنا، فراح انظف واشيل هاي الغراف كلها الزايده منه او منه، هذا لسه ما قررت ولا قسته. فهسه هذا وهذا نترك موضوعهن، نترك موضوعهن هسه هسه، عرفت شلون؟ يعني هن حتى كبار، انا تدرون شنو فكرت؟ القفص الفوق الموجود فوق السطح، بس تعال يعني هم بعد الجو حار شلون تنقل فوق السطح؟ يعني مثل قلت انا مو هاي قلت لكم رجعتهن، هذا رجعتهن اللي وجبت كانت هنا، رجعتها لان شني حبسن روحتهن هناك وما يرضن ياكلن، فرجعتهن هنا، قلت انا شيهن واخليهن فوق السطح، بس لا لا هنا اخليهن بالمزرعه وانا داير بالي عليهن. الفناجس الفناجس يا اخوان، الفناجس راح اشيلهن من هذا المكان، ولقيت لهن مكان رهيب كلكم راح حقت شني، والله ما بيضتي شو تبيضين انت تطوه، انت فقر فقر فقر، من جبتش ذبيتي لي 3 بيضات مدى 4 وبطلتي، هسه رجل وجبنا لك. ها هذا رجلها بس اللي هي باطله باطله اخوان باطله، لا تبيض لا تسخم. يلا عفوا هسه عفوا نشوف تاليته وياها يعني. عد هاي اجيب الا نثيه. فمثل ما قلت لكم الفناجس لقيت لهم مكان، بعدين هي بنفس هاي الحلقه راح اشوفكم اياه ونسوي ونكمل بيوتهن ونروح للسوق ونجيب بعد 3 اناث، لان احنا عندنا 3 في حله ظاله بدون اناث، وبالمناسبه انه هن بيضا بهذا البيت اللي هنا، قبل 3 ايام شفتهن، مو قبل اسبوع شفتهن هنا بيضات، قلت خلنا اشوف هسه شنو الوضع، نشوفهن بس خاف خاف يطلعن يا ولد. اوكي خلنا اشغل الفلاش خلينا نشوفهن، انزل بقى لعوفها بس كل ما يتخبض انا هنا. هاي بيضتين بس شفتوهن؟ بيضتين بس هذا يتخبلن ما ادري شمالهن، بس افتح شيله اضوله ومشيني يتخبلن، المهم هاتن بيضتين شفتو؟ بس بيضتين ما ادري شلونهن يا جماعه. يعني الناس يقولوا لي بيضا 7 و8 شو، انا يعني اكثر شيء وصل عندي 5. المهم راح نشيل من هذا المكان حتى البيض ما اريده، بس اكمل المكان بايب القلب. هذا شوفوا هذا قفص الفناجس اللي كان حاطين بيه طيور، شوفوا اخوان هذا كان اصلا مال بلابل، كان اخوي ربي هنا كنا حاطين هذا كله سعف مال نخل حتى نوافق شنو نوافق البيئه مالتهن، وفرخنا وانتجنا من البلابل، بس هذا هسه فارغ وهذا بي منه يعني ينفصل. هو شوفوا احنا مسوينه يعني ينفصل، شوفكم احنا حاطين خشبتين يعني والله. اي هاي شوفوا شوف هذا خشب، ها ها شوفوا هاي انشال حجي فرات، انت شوف اكو فتحه يطلعن من عندها، هاي فتحه منه ماكو، لا لا ما يطلعن البلابل ما طلعن من عندها، الفناجس يطلعن ما يطلعن.
ويش يا حبايب انفتح شوفوا شوفوا صار اثنين هسه انا ادري بيكم ايش قاعد تقولوا فرات ليش هيك خوب مبقي جزئين الجزء مثل الفناجس الفوق والجزء لطيور الحب اي يصير يصير كبير شوفوا كبير كبير اخوان كبير يصير بس هسه اخوان عفوهن عفوهن هسه عفونا من سالفه طيور الحب لان قلت لكم يعني انا شغلتي مؤقته سعود من نرجع ذا هاي سهله سهله ان نقسمها بالنص ان هذا اني خشبات يعني احنا نصفط نصفط ويصير هنا وشن ان شاء الله ذا هاي باكر نروح للسوق نكمل النقص مال النثايه واذا حصلنا فشي جديد همينه مثلا نوع فنجز جديد همينه نجيبه هسه شني احطن القصب راح اعوفه ما اقدر ادخل ما اقدر ادخل الباب ضيق والله شن تقدر ادخل اي بس صار يعني من زمان من زمان ما اقدر يا جماعه فعوفوا عوف على ما يجيبني اخوي شويه اضعف من عندي وصغير عادي يقدر هو يدخل وهمين خي يصير الليل حتى شني نطلع دعافيس الفناجس اللي هي هاي الورود والاشرطه وهاي همين نعلقها لهن هنا حتى يصير منظره بعد احلى وهاي الطيور هنا حتى لا تقول ما مصورها والله اليوم فتحتها لان صايره كلش هواي ما طالعه ها قامن يشال عن هيك ويطيرن هاي الربشه وهاي هذا اللي يبقى يولد شوفون هاي كينج هاي كينج اخوان حمام الكينج حمام الملك يسمونه نثية الطوبان مبيضة اليوم بيضة بيضة وها هي ماكو اي اخبار بالنسبة للطيور يعني بس هذا اني بقيتين الحلوات وهمين حتى ما نقطع على جماعة الحمام ويا ما نقطع اصلا احنا قاطعين بس هذا ثلاثة لوت ذيك الربشة وهذا الاسود اللي صدناه اخر شيء وذاك المتيل اللي دزالنا اياه احمد فنون الترهيم ومغايب وهذا الشكري وذاك الحني وهاي الصفرة بس هذا الطيور مالتنا الحلوات اللي هن حبيتوهن انتم وقلتوا فرات بقيتن بس هذا صبحكم الله بالخير صبحك الله بالخير صبحكم الله بالخير يواك الله شلونك ابو علي حياك الله على اليوم مجتهين عثق عثق مال تمر اي والله بك تفصل نهار خاصة نهار هذا تدلل ترى طب ماي في اي حوي ماي في بس يعني كنا مستوي يلا فقصنا عثق قصنا عثيق اليوم من الغدا قص هذا اي هذا يلا هذا اي هو هذا ماهل من جل ماهل بس يلا المنشار موجود شوفوا كله تمر لان بعد ما يفيد هذا اخوان بعد ما يفيد وانا البارحه رحت واشتريت اعلاف طبعا نفس اسعاره يا ولد نفس اسعاره سعر ال 25 كيلو ب 30,000 هذا الشهر اخوان راح ابدي احسب ايش قد تدخل لي المزرعه شهريا عرفت شلون؟ لانه احنا صادف كله امراض وكله ماتت كتاكيت وكله ما استفادينا صار لنا خلي نقول شهر من كفينا رواحتنا وعرفنا شلون نسيطر على القطيع. عرفت شلون؟ فهسه انا هذا الشهر راح بس هو لا يعني انا هم ما اقدر احسب هيش ليش؟ لانه يعني انا بس هذا الدجاجات اللي عندي. اخوان انا اصلا مشروعي تعال خلنا اقول لكم انت هسه انا عفوكم مني انت هسه اليوم من تريد تبدي مشروع مو تجيب لي نعام ودجاج يا اخي مو تجيب نعام ودجاج لا هذا النعام انا جايبه فشي يعني انا احبه بس انت مشروعك تريد تبدي بالدجاج ومو تجيب له اهمال وتجيب لي عرب لو اهمال لو عرب لو اي نوعيه ثانيه اخوان هو شوفوا هو الدجاج الزينه بفلوس قبل مو هسه ايه قبل انا حتى يعني البارحه شنت يوم صاحبي وسولف لي قال قبل خير من الله يعني تبع 10 ايام الدجاجه حتى تعدك دجاجتين مثلا يقول 10 بيضات ابيحن ب 100,000 البيضه ب 10,000 قبل اللي اجى هو الهاودن الدجاج الهاودن بعد اخوان هنا يصير عندك شغل يعني انت تخيل 10 بيضات ابيحن ب 100,000 واكو يشترون اي اخوان اكو يشترون اكو فمثل ما قلت لكم يعني انت مو اليوم تبدي بمشروع جايب لي نعام وجايب لي مدري شنو هاي بعدين عود من يصير عندك فائض مال فلوس هناك اشتري شنو تريد اشتري وهم استثمره واشتغل بيه فانا
يعني هسه مثل قونية العلف هاي أرد أحسبها مثلا إش قد تكفي الدجاج مالي، إش قد راح ينطيني بيض خلال ما يعني بعد ما تخلص هاي القونية إش قد. فهي مشكلة ليش؟ لأن أنا عندي دجاج لهمان، ودجاج لهمان البيض ماله ما أبيع جاي خليه للبيت، جاي أبيع فقط بيض العرب. على العموم نحسبها حساب عرب ونقول أنه إحنا صرفنا حاليا 30,000، صرفنا 30,000. خلي نشوف لحد ما تخلص اليوم ايش قد بالشهر، اليوم 22، خلي نقول اليوم 22، خلي نشوف ايش وقت راح تخلص. لا انا ما حسبت هيك حساب، خلي نشوف ايش قد ايش وقت راح تخلص حتى نعرف شني اللي جاي تقدمه ان المزرعه خلال هاي الفتره. خامس صخم وقميره، شوفوا بلعت لي الخيط مال الجونيه مال العلف، خايب صدق كذي طاح حظك وحظ تربيتك. هيك قلنا احنا جهسه، قلنا بالله الاخضر واليابس بس حتى خيوط. شوف الجمال، شوف الجمال ما شاء الله ما شاء الله. دوم الذكور بالطيور تصير احلى من الاناث، مو صحيح؟ كان ليش النسوان شو احلى من الزلم احنا بالنسبه لنا احنا البني ادم؟ عشو النسوان احلى ها؟ مو صدق بس انت للنسوان تحطن بوتوكس ومكياج وما ادري شكون اسمه هذا، والله حتى ما ادري اشكال قمتن تسوون. الا احنا على الطبيعه، على الطبيعه احنا مثل هذا الخضيري بحده يصبغ ويصير احنا ايش. اي 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 انت لا 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 انت لا. صبحك الله والخير، خوش عثق. نعمه 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 فضيله. شوف هذا من البيت بعد ها، لا تشترين من السوق ولا خير خير طازج. ها طازج ها تميره ها طازج. هاي عصاري ويا جكه لبن. الله يا يابي ما خلنا اشتري هاي الشيء. اشتري عجل، العجل هم بي حليب. مساكم الله بالخير. خابرني علي يقول حيه، وين علي؟ هاي بس تبس قل لي ايش وقت صار للحكي؟ بس تو قبل نص ساعه. نص ساعه ربع نص هي الحدود. وين؟ نوف بالزاويه، انا قاعد بالقفص جوا. كبيره؟ كبيره والله. وطبت وقمت انا على حيلي، شافتني نوف ردت. خوش هسه ما ادري وين الزاويه. هناك بالزاويه كلش بلا ردت. شفت هيش رجعت يعني؟ رجعت بعد ما ادري الباري هناك والله. انا اقول يجوز ورا هيك يعني داخله بالباريه. با وعد قبل شويه رديت ماك. ليش خابرتك انا؟ شلون لونها تقريبا؟ مرقطه. اي تلبي تدخل بالظروف الحائط. لا انا اقول اكثر شيء تدخل تلقاها بالباريه. هاي لا تخلي افراخ ولا تخلي بيض، بلع تشتغل. بارك والله سيس تلقاها سبلون هذا يعني يجوز بصفك بس ما اشوفها، بس هي ما تبتعد ما دام بيها متر تقريبا هيجي. عاي ماكو يا ولد، ماكو ماكو ما ضل شيء ما نبشنا ماكو. هسه هي مين شنو التخوف؟ التخوف تبلع البيض مال هذا الفاخت لان بيض صغار، وتبلع بيض الحمام. شوفوا هنا هسه هذن البيضات هنا هم تبلع البيض مالهن، تطيح بيه وتبلعه، واذا حاولوا يقاومونها اكيد راح تقرصهن. فيعني تسبب خطر، يعني يجوز صايلها فتره هنا، يجوز ماكله بيض، ما ادري ما ادري الله اعلم. بعد ما ظل مكان، ما ظل مكان، يعني هسه انتم جوز تقولون فرات جوز بين القصب بس ما تشوفونها. لا لا اخوان لا لا، شلون ما نشوفها؟ يعني هسه انا هل قاعد ابوع صار لساعة زين، تعال بالظروف مال الحايط يعني ما بي ظروف هواي، ما ادري صار لنا ساعة ندور. هاي شلناه كله شلناه ماكو، يعني حسب حكي طولها تقريبا بالمتر، بالمتر كبيرة كبيرة يعني تخيلوا تقرص وتبلع حتى، يعني هسه هذا الفاخت صغار يعني اذا مثل حكي متر او تصرتها صارت هاي، بس ماكو ماكو عجيب يعني ما ظل مكاني. يقول هو هسه هذني شويه قاعد يعني شلون خايفات يباوع عن هيك منه، هسه منه هل قاعد اباوع انا؟ ماكو شيء ماكو ماكو باوعت كلش هواي دققت ماكو.
يعني يا ولد هسه حتى لو فرضنا هو قال انا شفتها هنا، من شفتها اجيت ما لقيتها اختفت، خلينا نفرض رجعت هنا وين تروح؟ وين تروح؟ هذا هنا مثلا مرزي مسدود، من هناك نفس الشيء يعني ذاك مفتوح، بس بهاي السرعه لا. الانسان دورت بهاي الاغراض معقوله يعني؟ بس شو ذا اشعتها هنا ما تقول لي ضم فلوس شين؟ انا هسه لا اشوفها اكفها عادي، بس يعني هسه بس خاف تغافلني و بس انا هسه القاها لا اكفها مباشرة، بس يعني بس خلنا اشوفها سامة لا. ما ادري ماكو ظروف هنا وماكو ظروف هواي، يعني اغلبها مطمومة. هذا مطموم، هذا ما ابي شفته، هذا ما بي، هذا ما بي، ما ادري. هاي هي، هاي هي، عفوا يا ولد عفوا عفوا. تلقوها شردت لو لبدت المكان، بس ما جاي يحصلها، ما جاي يشوفها. ها وليش فائدة يا ولد؟ طبعا هي اكو لها حل. انا سامع ما مجرب هذا الشيء، يقولون خلي بطنج تخليه على مثل على الحيطان او هيك شيء بالقاع، بعد ما راح تدن الحياية. ما ادري يعني هاي المعلومة، بس يعني اغلب الناس يقولون هيك، ما ادري انا. على العموم عفوها، هاي الدجاجات شوفوهن وديك، وهذا البرج السوائلهن الجديد. ها شوفوا هنا هسه استقران، وحتى الديش استقر وياها، هذا الديش مالنا استقر شوفوا. ها رجعت من عفتكم، ظليت ادور يعني، ظليت ادور كلش هواي، وقالوا يعني ظل قاعد يمها حتى تطلع، بس يعني لا احنا عندنا شغل هسه، وين اظل قاعد يمها؟ فهسه سالفه الفناجس راح انقلهن. ادري بيكم هسه كولي جوزي راح يعارضون فرات عتن بيض، اخوان رحمه لوالديكم، هو احنا شفنا من عتن يفقس الفرخ وكتلنا ذبنا، يفقس الفرخ ويموت، يفقس ويذبنا، فظلت على البيضتين هاي بطلنا ما ريتن ولا ريد منيتهن، بس ناخذهن ونقلهن لمكانهن الجديد. راح اشيل بس هاي الدعافيس واخذها اللي هي هاي اللي هاي هذا يا ولد، هاي شلون الاشجار، وهاي راح اخذهن والزم الفناجس حتى شني انصعتهن فوق. هذا يا ولد شوفون خمسة هن، خمسة نثية وحدة وأربعة في حلة. تعالوا شوفوا هنا قفص كبير، فقط بس هاي الفتحة ها هاي هي. هسه شو نسوي؟ راح نسحب الدعافيس حتى السمانات راح اجيبهن اخليهن هنا وياه. شوفوا هنا قفص كبير اخوان، وياخذن راحتهن. هسه راح نبدا نشتغل عليه، يعني ما يعني وين اخليهن؟ هاي كل الدعافيس، بس هذا العش اللي قلت لكم عليه اللي بيه بيضتين، وانا متاكد لا ما متاكد خربانات هذني. شوفون خربانات ها هاي يا ولد شوفوا لو جدت، بس هاي اللي هواي من صورت لكم اياهم قلت لكم هذا بيضتين. اي هاي هاي ماكو صار ريشه حسبك فارغه. على العموم اخوان هسه راح اكمل انا ومشينا نروح انا وياكم للسوق، اريد اشوف فد نوعيه او فد شيء جديد نجيبه اذا لقينا، ونكمل النقص مال النثاي الموجوده عندنا، نجيب بيوت همين الهن حتى ذاك يصير قفصهن الدائم. هذا اللي مريتهن هك 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 هك. تعال قميرة تاكلين بيض، هش هش يلا قميرة يلا. هاي بيضات ما تهاي طبعا. اها خليه بالقاع، هو اضعف مني فيدبرها. اوه شو السمو الملك يوم خليته هنا طبعا. ها تقدر؟ لا انبطاح اي علي وياك ها جيد. طلع هاي العلاقة وهاي القصبة، هاي مال التحبيس. السالفة مطولة، نكمل ونرجع لكم. وهيك كملنا، شدينا هاي الدعافيس. افتح منها لو لا؟ ما افتح. شوفوا هذا بيت وذاك بيت وذاك بيت، شوفوا وهذا بيت اخوان. والله قفص جيب مستعجل شوية منه. اوقف يا حسن حتى يبين عندهم. اوقف شوفوا شلون قفص كبير. بويا يشيل كوم هذا اخوان، والله يشيل حتى 60 واحد. ها يشيل، بس شنو نروح نجيب لنا بيوت ونكمل هاي النقص مال اللي في حله حتى اخوان. هذا مستقرهن وياخذن راحتهن، وعود اذا رجعنا نمشي مثل ما اتفقنا، عود يعني نفكر بالموضوع. انا يعني شو سويت لي محميه بخاصه، بس
عوف هالسيستم شنو انتم هسه وش لكم بهاي السالفه؟ نقطع هذا لان كذي عندنا قلنا مثلا ونخليه هنا مثلا زوج اي شيء. هاي ايش فيها السماره خماس حقتها خايب؟ شو عنفصت هاي؟ لا هذاك هم عنفص ارتعبن. يلا خل هذين المويه خلي يرتاحن. صدقون خمس ست محلات بالسوق ما بيها ولا فنجس، فنجس عادي. تصدقون والله صايره شحه. شيني هاي؟ اي والله العظيم هسه هاي جيتي ها ماكو. فهذا بس فنجزي انا بنقص 30 ثانيه يعني قلت اجيب لهن. بس على العموم هسه احنا شنو بنقصين؟ بنقصين عندنا هنا اناره، اناره جلوب، جلوب هناك تعلق فرات. هاي نقطه، طبعا هاي نقطه هنا مال الكهرباء. خوش خوش هاي هي بالي. المهم هذا هو قفصهن وشكله النهائي. خلنا نفتح لكم ها اشوفوا قفص كبير ماخذات راحتهن بيه. ها الجو يتغير اخوان والليل يصير بارد والنهار حار، اي ما معناته انه انفتحت ابواب للشتاء تقريبا. بدأ الدجاج يعاطس، مسألة كلش طبيعية لأنه هاي مسألة تغير جو. بس قلت لكم أنا جايبهم بالوقاية وجايبهم بالعلاج، يعني كورسات كورسات إخوان. أنت حتى لو طيورك ما بيهن شي تقدر تسوي تتذكرون الرافعات المناعة اللي هو الثوم والليمون والبصل وهاي السوالف سويناهن. أنطوا إخوان أنطوا، هذني رافعات مناعة، هذني وقنكم من كل شي. أنا إن شاء الله باكر راح أسوي لهم كمية رهيبة وأنطيهم كلهم. ومثل ما قلت لكم يا أخوان ما راح يبدي مشروعي إلا تبيض هاي الفرخة، إلا تبيض هاي الفرخة أخوان. شوفوها كلها قاعدة هنا اليوم ما شاء الله، شوفوها يعني ألف الحمد لله والشكر أخوان. إن شاء الله نوصلها لحد ما تصير أميات وتبدي تنتج عد عدكم. وبنهاية الفيديو أقلكم قناتي الثانية اللي راح يكون هدفها للتوعية في ظل هاي المحتويات التعبانة، يقدم المحتوى الهادف والمحتوى اللي يفيد الناس الكهرباء. والمسألة الثانية اللي هي يا أخوان حتى نبدأ نجمع مبلغ للمزرعة الجديدة. ما فحصت البيض وما أخذته وهسه ناخذ احنا وياكم سوا. هاي هنا كاركات اثنين طبق وليش خايفة صديق كذي. عوفوها اكو بيض بعد، بيض الدجاج، اكو بيض خانم، ماكو بيض، ماكو بيض هنا. أنا هذا البيض انا ما اخذته اللي هو 11 بيضه ما شاء الله اخوان شوفوهن. طبعا انا اقدر اخذ بيض اللهمان واسوقه للاسواق، انا عندي اسواق واخلي بالاسواق، بس انا بيض اللهمان مخليه للمائده للبيت، بس فقط بيض العرب جاي اسوقه. عرفت شلون؟ فيعني خاف يقولون فرات بيض اللهمان شنو اللي جاي يسوي بيه؟ لا بيض اللهمان مخليه للمائده للبيت، ما عدا بيض العرب بس اللي جاي اسوقه، اسوقه اخوان يعني ابيعه، ابيعه. ها ألف الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر. وأكيد هذا الشهر راح أبدي أحسب لكم الأرباح اللي اطلعها الطيور مالتي، وهي هسه قبل لا تنضاف لها هاي الوجبة مال الفراريج. هسه نقول اشترينا احنا بثلاثين ألف، خسرنا عليها 30 ألف بلت، ونشوف شنو اللي راح تقدمه لنا بنهاية الشهر. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا مال اليوم، عذرونا انقطعت كهرباء، مسألة كلش طبيعية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، القناة الثانية بصندوق الوصف وبأول تعليق. أودعناكم.